وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الإشارة عند مشاهدة النعش الذي فيه الميت وقول لا إله إلا الله؟ هذا ما يعني إذا قال ما هو من باب، إنما قاله من باب الذكر تذكر الموت لما رأى الجناز ما في بأس. أما إذا كان يعتقد أن هذا مشروع أنه يقوله كل ما رأى جنازة، هذا يصير من البدع، لأنه ترتيب لذكر في وقت لم يرد به الدليل أو في حالة لم يرد بها دليل. نعم.